السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبيبنا المشتركين معنا في القناة، حبيبنا جوه مصر، حبيبنا بره مصر، إن أحبكم جميعا في الله. أولا أحب أشكر كل من تابع معايا وصوت في بوست القناة الجديدة، وهذا إن دل يدل على ذوقكم وأخلاقكم العالية، وبيخليني أسعى دائما وأسعى أكتر وأجتهد إن أقدم لكم محتوى هادف فيه خلاصة خبرتي في كل المجالات، وخصوصا الطيور اللي احنا بنحبها. متمنيا من الله ان ينفع بي كل من شاهد او سمع المحتوى بتاعي، وان يكون المحتوى علم ينتفع به ويكون سبب في نجاح سعي المربين في مشاريعهم. متمنيا من الله التوفيق الى الجميع، والله ان احبكم جميعا في الله. ورابط القناة بتاعتي الجديدة موجود تحت في صندوق الوصف، ويكون شرف ليا اشتراككم جميعا فيها. وان شاء الله باذن الله هتكون قناة فتحة خير على الجميع، وهيقدم فيها محتوى هننفع بيه كل الناس ان شاء الله رب العالمين، وربنا يجعله في ميزان حسناتي وميزان حسناتكم ان شاء الله رب العالمين. النهارده هنتكلم عن اللي عايز يعمل مشروع حمام يبدأ ازاي، وايه اللي هي الاشياء المطلوبة، وايه هي انواع الحمام اللي مفروض يجيبها، وايه وازاي يشتغلها، وازاي يخطط، وازاي يتابع. تمام، نبدا حلقتنا النهارده. ده طبعا جوز شقلباز، ما شاء الله من الحمام الحنين جدا. حبيت ان هو يكون الخلفيه بتاعت الفيديو وانا بكلم حضراتكم عن الموضوع حلقه النهارده، وهو اصلا ما شاء الله يعني من الحمام اللي انا بشغله عندي حضان، وساعات بخليه يفرخ عياله، وهو ما شاء الله في الفيديو ده اللي حضراتكم شايفينه هو تحتيه فرخين من عياله شقلباز، وكمان تحتيه فرد زاجل ابيض ما شاء الله حطه مع عياله، وهو ما شاء الله بيقوم برضك بتحضينه وبتاكيله، فما شاء الله جوز زي الفل. نبدا نخش في موضوعنا النهارده. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. اولا لو انت عايز تعمل مشروع حمام لازم يا غالي لازم يكون عندك شويه حاجات، يعني لو خمس حاجات كده موجوده او لازم تكون موجوده فيه، اللي هي اول حاجه لازم يكون عندك خبره، خبره في طرق العنايه والتحضين والمعالجة الامراض، يعني لازم يكون عندك خبرة ازاي تربي حمام، ازاي تحضن بيض، ازاي تعالج الحمام لو الحمام عي، كل ده لازم يكون عندك. وكمان لازم يكون عندك مكان يكون جيد التهوية يتسع للعدد اللي انت هتحدده، يعني انت مثلا عايز تربي 10 اصوص لازم يكون عندك مكان يتسع ل10 اصوص، عايز تربي 50 قص، عايز تربي 100 قص، عايز تربي 1000 قص، لازم يكون عندك المكان المناسب لتربية العدد اللي انت عايز تفتح بيه المشروع بتاعك. والمكان لازم يكون جيد التهوية علشان خاطر العامل الصحي او الجو المحيط يكون مناسب ان انت تفرخ فيه حمام وتربي فيه حمام. تالت حاجة لازم يكون عندك سلكات تفريخ. اولا اللي بيعمل مشروع حمام لازم يكون عنده سلكات، وخصوصا للحمام الغالي عشان خاطر يربي كل جوز منفرد لوحده في عين لوحده منفصلة، عشان خاطر يقدر يسيطر على الامراض لو هجمته امراض او حاجه، وفي نفس الوقت يقدر يتعامل مع الحمام بسهوله بالنسبه للمصل والعلاجات والحاجات اللي هيحتاجها ان شاء الله. فالسلكات كويسه جدا جدا لتفريخ الحمام الغالي. ولازم يكون عنده سلاكه تاني للزغاليل والشبابات، ممكن يكون السلاكه دي سلاكه جمعيه بتاعت الزغاليل والشبابات، اللي هي بمعنى ان هو يكون عنده سلاكه يعني مقاسها مناسب هيحط فيها الزغاليل والشبابات بعد ما يتم فطمها من الام والاب، ويحطهم في المكان ده عشان خاطر يشدوا حيلهم ويبداوا جسمهم ينشف عشان خاطر يبدا يبيعهم، لان صعب جدا وخطا كبير ان هو يبيع زغاليل لسه مفطومه للناس المشترين، لان طبعا الزغاليل دي تكون لسه مفطومه المناعه بتاعتها بتبقى قليله، وبالتالي هتبدا تتعب عند المشتري، وفي نفس الوقت برضو هو مش هيبقى ربنا مبارك له في القرش اللي خده، فلازم يهتم بالحاجه اللي هيبيعها ولازم تنشف عنده كويس عشان يبدا يبيعها وهي شبابات او بتبدا تفك ريش. بعد كده لازم يكون عنده مزق ومآكل وطواجن. الطواجن دي اللي هي بتاعت البيض اللي هو بيبيضوا فيها اللي هي البياضات بتاعت الحمام، والمزق اللي هي بتاعت الميه، والمآكل اللي هي المكالف اللي يكلف فيها الاكل ليهم، بس لازم تكون مناسبه وجيده، يعني لازم يجيب خامه كويسه عشان تستحمل معاه، وفي نفس الوقت يجيبها من مكان موثوق فيه عشان خاطر يبدا يشتغل صح وما يبداش يشتغل غلط ويجيب حاجات هتاذيه بعد كده. يعني الطواجن ديت من ضمن المواصفات اللي هي بتاعت البياضات بتاعت البيض،
ان هي لو عايز يشتغل في الفخار لازم يجيب البياضات الغويطه اللي هي ليها شفه مقلوبه شويه لفوق، بحيث ان هي تبدا ما تخليش الحمام يرمي البيض بره، عشان خاطر تبدا تحافظ على الحصى والبيض. طب نجيب انواع ايه؟ ايه هي الانواع اللي ينفع اجيبها؟ عايز اعمل مزرعه اكسب منها وفي نفس الوقت برضه ممكن اكل منها. جميل جدا، لو احنا اتكلمنا عن الانواع، افضل انواع الحمام في المزارع تشتغل معاك اكل ولحم، وفي نفس الوقت برضه ممكن تشتغل معاك خدمه او حضان للحمام الغالي، هتجيب الحمام الجمعيه والحمام الكريزلي. دول انضف انواع الحمام كمناعه وكقوه وكلحم. وكمان تجيب معاهم حمام شامي زي الحمام العبسي والكراكندي والشقلباز واليمني والهزاز، الحاجات دي كلها حاجات حمام حنين، حمام حنين وبيهتم جدا 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 باللبة، يعني حمام بيهتم بالصغار بتاعته اول ما بتطلع من البيض، يعني انت لو محضن تحتيه حمام وبدا يفقس اللبة الصغير اللي هو لسه طالع من اللبة ده اسمه اللي لسه طالع من البيضة ده اسمه لبة. الحمام الشامي بالذات بيهتم بيه جدا وبيعرف يلبيه كويس جدا جدا وبيحتضنه. اما الحمام الجمعيه والحمام الكريزلي والحمام العملاق ده بيعرف يزق كويس جدا في مرحله التدبيس او مرحله البطش اللي هو ما يكون الزغلول كبر، يعني عنده 15 يوم كده ولا 10 ايام، ساعتها بيحتاج مجهود عشان خاطر الزق ويبدا يزق خشن، فالحمام ده بيعرف يزق كويس جدا جدا اللي هو الجمعيه والكريزلي. فانت لازم يكون عندك النوعين دول عشان تقدر تشتغل صح وتبدا تكيف نفسك ان انت تعرف تحضن بعد كده بيض الحمام الغالي، فلازم يكون عندك الازواج دي. طيب ايه تاني؟ طب دي الازواج اللي هي لحم وفي نفس الوقت تعرف تحضن تحتيها. طيب الحمام ده لو انت فرخته هو شخصيا ومش تعرف والحمام وعايز تبيع عياله، يعني عياله مش هيبقى فيها مكسب قوي، يعني هيبقى فيها مكسب طبعا بس مش المكسب اللي هو المرضي بالنسبه لك، او اللي انت مثلا يعني يخدم المشروع ويكفي مصاريفه ويكفي خدمته وهكذا. فانت لازم تدخل في المشروع بتاعك حمام يكون غالي، حمام متوسط السعر الاول وبعد كده حمام غالي. يعني لو قلنا مثلا نجيب الحمام متوسط السعر اللي هو مثلا يبدا من 300 وانت طالع، بحيث ان الزغاليل بتاعته تبقى 150 جنيه، يعني مثلا الحمام ابو 300 الزغاليل بتاعته بتتباع ب 150 جنيه، زي ما احنا عارفين القاعده بتاعتنا المشهوره ان الزغاليل دايما بتتباع بنص ثمن الاهالي في اغلبيه الحمام، في اغلبيه الحمام. فاحنا لو جبنا مثلا اجواز من 300 جنيه لحد 500 جنيه وبدانا نبيع الزغاليل بتاعتها ب 300 وانت طالع، ده من 150 وانت طالع ده كويس وهيبقى فيها مكسب كويس. طيب الحمد لله ربنا يسر لنا وجبنا الحمام متوسط السعر ودخلناه مع الحمام ده وبدانا ننتج والدنيا معانا ماشيه كويس. خلاص نبدا بعد كده نخش في الحمام الاغلى سعرا اللي هو الحمام بالوفات. طيب الحمام بالوفات ده غالبا هيكون حمام قاطع واغلبيته هيكون عايز تحضين. طيب احنا كده كده الحمد لله عاملين حسابنا في التحضين وعندنا جمعيات وكريزلي وعندنا حمام شامي بجميع انواعه. هنبدا نمسك الحمام الغالي ده، نبدا ناخد من تحتيه بيض ونحضن البيض بتاعه تحت الحمام اللي هو اللي احنا مربيينه واللي احنا جبناه في الاول. هناخد نهتم بالساعتها بالفيتامينات والكالسيميات، ونبدا نهتم بالحمام التحضين والحمام اللي احنا بنسحب منه بيض، وبنبدا نشتغل بما يرضي الله واحده واحده بحيث ان احنا ما نهلكش الطير وبس في نفس الوقت نستفيد منه. تمام. طب احنا النسبه دي نعملها ازاي؟ النسبه دي هنعملها يعني لو قلنا نسبة مثلا، طبعا انا هقول لحضراتكم العدد الازواج اللي المفروض تجيبوها بالنسبة للازواج الغالية، وساعتها انت تقدر تعمل بقى رينج للمتوسط اللي انت عايز تجيبه في المزرعة بتاعتك. لو انت مثلا هتجيب حمام غالي ممكن تجيب خمس اجواز حمام غالي، تجيب خمس اجواز حمام متوسط السعر، تمام؟ وهم دول اللي يعتبر هيجيبوا لك اعلى كمية دخل كفلوس من المزرعة. طب الحمام الشامي هنجيب مثلا منه 10 اجواز، ونجي والحمام الجمعيه والكريزلي نجيب منه 10 اجواز. يبقى احنا عندنا كده في المزرعه حوالي 30 جوز. ده مثال مصغر، وحضرتك طبعا عايز تزود هتدبل، يعني كل حاجه هتخليها ضعف ضعف ضعف. يعني احنا مثلا لو جبنا 10 اجواز جمعيه و10 اجواز حمام شامي وخمس اجواز حمام متوسط السعر وخمس اجواز حمام عالي السعر وبدأنا نشتغل فيه، هيبقى عندك الكمية في الآخر 30 جوز، هتعرف تسيطر عليهم، هتعرف تشتغل صح. لو أنت عايز بعد كده تكتر وتخلي كل عدد من دول دبل يبقى كده ممتاز، يبقى عندك 60 جوز. ربنا يستر عليك والدنيا بقت حلوة وبدأت تشتغل صح والإنتاج بدأ يزيد بفضل الله، تدبل كمان المجموعة يبقى 120 جوز وأنت ماشي كده. الطريقة ديت ليها كذا ميزة، الميزة الأولى إن أنت بادئ صغير وبتبدأ تكتسب خبرة بالتدريج. تاني حاجة
لو لا قدر الله لا قدر الله لو حصل اي مشكله ولا حاجه، فانت ما عندكش كميه حمام ان انت تخسر فيها فلوسك وراس مالك. رابع حاجه ان من كتر الخبره هتعرف توسع للمكان وتبدا تستبعد الحمام اللي هو مش منتج معاك. يعني اكيد في كل كميه حمام هتلاقي في حمام كسول او حمام ما بيعرفش ينتج او حمام غبي او كذا، هتبدا ساعتها تبدا تصفي، فبالتدريج هيبقى عندك احسن نوعيه حمام، الحمام الحنين، الحمام اللي بينتج معاك، الحمام اللي بيجيب حق تكلفته بالتدريج، وانت بتزود طول ما انت بتصفي من القديم وبتاخد الحمام النظيفه. كده انت بتنجح مشروعك وبتطلع السلم واحده واحده وهيبقى مشروع زي الفل. طبعا الحاجه الاخيره اللي المفروض حضرتك تعملها وتكون متاكد منها جدا، انك لازم تتابع مع دكتور بيطري ومع احد اصحاب الخبره، الاتنين مع بعض. يعني لازم يكون حد عنده خبره في الحمام كويس جدا، ودول ما اكترهم ما شاء الله، جميع الناس اللي عامله قنوات بفضل الله ما شاء الله الله اكبر عليهم، عندهم خبره، ودكتور بيطري. ليه؟ لان الدكتور البيطري هو بيبقى دارس بس ما عندوش الحرفيه بتاعت المربي اللي عنده خبره، وفي نفس الوقت اللي عنده خبره ما شاء الله بيبقى عارف هو بيعالج ايه وازاي عن طريق الخبره بتاعته. بس لو اتحد هو والدكتور البيطري هيعملوا احلى شغل عالي، يبقى شغل علمي على اساس علمي على وكمان خبره، خبره في الجرعه وخبره في طريقه التربيه الحقن وخبره في كل حاجه. الاثنين دول لو اتحدوا مع بعض هيبقى نتائج زي الفل. يا رب اكون قدرت الم الفيديو بتاع النهارده وقدرت افيد حضراتكم وقدرت ادلكم على الطريق الصح لمشروع الحمام، وان شاء الله الكل يستفيد، وان شاء الله ربنا يجعل هذا الكلام في ميزان حسناتي وينفعكم به. وما تنساش لو الفيديو عجبك يا ريت تنزل تشترك في القناه وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. ولو حضرتك مشترك بالفعل ما تنساش تعمل لايك وتقول لي رايك في الكومنت في التعليقات، علشان خاطر اقدر اقدم لك الحاجه اللي ناقصاك او المعلومه اللي نسيت اقولها في هذا الفيديو. تحياتي لكم جميعا، واني احبكم جميعا في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.